ملف النازحين ملف يعني الحمد لله هنالك يعني لنا سواء كنا في الإدارة المحلية اللي كنا فيها قبل ما تم يعني إبعادنا، كان لنا شوط كبير في العمل مع المنظمات الدولية ومع منظمة UNDP ومع الحكومة المركزية في هذا الملف. هناك خطوات عندنا كثيرة لإنهاء هذا الملف، وإن شاء الله في الدورة هذه في الدورة الانتخابية هذه سيكون من الأولويات على أنه نعمل على مع المنظمات الدولية والحكومة المركزية في إيجاد برامج لدمج يعني كثير من الأشخاص الذين توجد عليهم مؤشرات وهم لحد الآن بعيدين عن مناطق سكنهم. لذلك هذا الملف سيكون من أولوياتنا في عودتهم ودمجهم في المجتمع وإعادتهم إلى مناطقهم.